خبير الإرهاب الدولي. بعد التحية دكتور ألبرت، يعني حديث الاف بي اي عن التحقيق في هذا الحادث باعتباره عملا إرهابيا وأن المنفذ قد يكون له ميول متطرفة، كيف نقرأه؟ في البداية كلها تدخل في ضمن التكهنات. لا يوجد جزم 100% أنه يكون عمل إرهابي. هم بل خطط وضعت ثلاث احتمالات: أن يكون لديه حسابات يريد أن تصفيتها مع هذه الجماعات من أصحاب الشذوذ بالمفهوم الأمريكي القديم، أنه يدخل في باب الدفاع عن النفس وحرية واستقلال البلاد. وأيضا موضوع شائك أيضا، قد لا يكون في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية عامل أساس في الحملة الانتخابية بطبيعة الحال إن كان لليمين أو غير اليمين الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ألبرت فرحات، الخبير في الإرهاب الدولي، ونتحول